والعالمية الصادرة صباح اليوم. تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، ونقرأ من الأهرام تصريحات رئيس الوزراء الجديد والتي قال فيها إن الوزراء سيكلفوا بالعمل 15 ساعة يوميا والأولوية للقضايا الاجتماعية، دمج 10 وزارات لضمان كفاءة الأداء، وتوقعات بأن تضم الحكومة 30 وزيرا إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية الحاليين. وأكد محلب أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية يهدف إلى تشكيل فريق عمل متجانس وقادر على مواجهة مشكلات مصر الاقتصادية. 4 شروط جديدة لمنصب وزير الدفاع، عنوان نقرأ تفاصيله من جريدة الشروق التي كتبت أن الرئيس عدلي منصور أصدر أمس قانونين جديدين، الأول بإنشاء مجلس الأمن القومي والثانية خاص بشروط الواجب توفرها لمن يتولى وزير الدفاع. وقد أوجب القانون أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل. كما ينص القانون على عدم جواز إعلان الحرب أو التصديق على خططها من قبل رئيس الجمهورية أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الدولة. جريدة الجمهورية رصدت المشهد المأساوي لتشييع جثامين ضحايا حادث ليبيا، وكتبت قرية فزارة تتشح بالحزن والسواد على ضحايا المجزرة الليبية، الرئاسة تنعي ضحايا الحادث ونقل الجثامين بطائرة عسكرية. محلب يعزي البابا توادروس في ضحايا الحادث. رئيس الوزراء الجديد يقول نتابع القضية مع السلطات الليبية لسرعة ضبط الجناة، ووزير الخارجية يطالب نظيره الليبي بتوفير الحماية للمصريين. تحت عنوان تصاعد إضرابات الأطباء والصيادلة والنقل العام، نقرأ من اليوم السابع أن عددا كبيرا من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان نظموا أمس إضرابا جزئيا عن العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجانب مشاركة عدد من الصيدليات الخاصة، فيما واصل العاملون بهيئة النقل العام إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي بمعظم جراشات الهيئة. وقد قامت القوات المسلحة بالدفع بأتوبيسات تابعة لها في ميادين القاهرة لنقل الركاب وحل أزمة التكدس بشوارع القاهرة والجيزة. مهام جسام في انتظار الحكومة الجديدة التي تتولى المسؤولية في فترة يئن فيها الوطن من كثرة الاحتجاجات والاضطرابات وظروف أمنية واقتصادية صعبة. وقد فند الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بجريدة الأهرام الاستحقاقات التي من شأنها تكليل جهود حكومة الدكتور إبراهيم محلب بالنجاح، وتحت عنوان شرطان ضروريان لحكومة ناجحة قال يكفي أن تكون لدى كل فرد منا قناعة كاملة بأن ليس على الحكومة أي حكومة أن تعطي طوال الوقت، ولا على شعبها أن يأخذ طوال الوقت، وأنما هناك علاقة من الأخذ والعطاء بين الطرفين هي التي يتعين أن تقوم بينهما في كل الأوقات. يجب أن يعمل كل منا في مكانه بما يكون مرضيا لضميره، لأنه ليس هناك ضمير يقول بأن تكون الشراكة الخاسرة ثم يطلب عمالها أرباحهم وحوافزهم. ونتكلم جميعا عمن سوف يكون على رأس الحكومة الجديدة أن يقدمه للمواطنين، ولا أحد في المقابل يتكلم عن مسؤولية كل مواطن تجاه هذا الوطن. في هذا الإطار جاء مقال سليمان جودة بجريدة المصري تحت عنوان حكومة محلب، وأكد فيه يكفي أن تكون لدى كل فرد منا قناعة كاملة بأن ليس هناك على الحكومة أي حكومة أن تعطي طوال الوقت، ولا على شعبها أن يأخذ طوال الوقت، وإنما هناك علاقة من الأخذ والعطاء بين الطرفين هي التي يتعين أن تقوم بينهما في كل الأوقات. يجب أن يعمل كل منا في مكانه بما يكون مرضيا لضميره، لأنه ليس هناك ضمير يقول بأن تكون الشراكة خاسرة ثم يطلب عمالها أرباحهم وحوافزهم. قد لا يكون العامل ذنب في خسارتها، ولكنهم بكل تأكيد يمكن أن يكونوا طريقا لنهضتها. ساعدوا رئيس الحكومة الجديد لينجح، لأن نجاحه لكم ويصب في مصلحتكم. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية بشأن السوري. صحيفة عمان العمانية نشرت تصريحات لوزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو حول الأزمة السورية، والتي أكد فيها أن العالم خذل الشعب السوري
وأضاف أغلو أن الحرب السورية أصبحت تمثل الآن خطرا على جميع الدول، لأن العالم سمح لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن تواصل غرائمها في الوقت الذي تدفق فيه الجهاديون من جميع أنحاء العالم عليها لمحاربته. وأكد أنه من الضروري وضع استراتيجية دولية قوية من أجل وضع نهاية للصراع وتقديم العون لملايين السوريين الذين دمرت الحرب حياتهم. الكنيسة الإسرائيلية يبحث التحضيرات لاقتحام المسجد الأقصى. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي وتقول التفاصيل: وسط التخاذل الدولي وانشغال العرب بصراعاتهم وحروبهم، أصبح الطريق ممهدا أمام الاعتداء على المسجد الأقصى واستكمال تهويد القدس، حيث ناقش الكنيسة الإسرائيلية أمس التحضيرات لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري. وفي غضون ذلك طالب مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على مناقشات الكنيسة الإسرائيلية حول نقل السيادة على المسجد الأقصى. الأوضاع الأمنية المتردية في العراق رصدتها صحيفة الخليج الإماراتية، ونطلع منها خبرا تحت عنوان قتلى وجرحى بسلسلة هجمات في العراق. وقالت: لا تزال وتيرة العنف التي تضرب العراق آخذة في التصاعد، ويستيقظ العراقيون يوما على سماع دوي الانفجارات والأعمال الإرهابية، حيث شهد العراق أمس عددا من الهجمات المتفرقة والتي سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، بينهم عدد من العسكريين ورجال الشرطة، ما يشير إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن حماية أطياف المجتمع العراقي من التمييز والعنف. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن. هذا ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، وقالت: في محاولة الاحتواء الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية في اليمن، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية، ويهدف القرار لطي صفحة الماضي وتحقيق الاستقرار لليمن السعيد. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية، والشأن الفلسطيني كان حاضرا على صحيفة الرأي القطرية، والتي أكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى المبارك وتتطلب تحركا عربيا عاجلا على مستوى الأمم المتحدة وإلزام الشرعية الدولية. وكتبت مقالا بعنوان: عربدة إسرائيلية جديدة بالأقصى. لقد استغلت إسرائيل انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى، وبدأت في تنفيذ سياسة التهويد وطمس معالم القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. والهدف الرئيسي لإسرائيل إحكام السيطرة على المسجد الأقصى تمهيدا لهجمه وبناء الهيكل المزعوم، ما يشكل كارثة كبرى، لأن المساس بالمسجد الأقصى هو